اجى الويكند واجت نهايه الاسبوع وجانا ضيوف وخبصت الدنيا، طلع الموضوع من ايدي واجتني لحظه ضعف وخبصت كثير بالاكل. طيب هلا شو اعمل؟ انا كنت ماشي على بلان وكنت ماشي على دايت وكنت ماشي على التمرين، هلا شو اعمل؟ ولا شيء. تمسك زياده شوي بالاسبوع اللي بعده وبتتمرن زياده، يعني ممكن تضيف شويه كارديو، ممكن تضيف الانتنسيتي تبعت في التمرين تبعتك، ممكن تقسم تمرينك انك الصبح تعمل تمرين وبالليل ترجع تعمل كمان كارديو اذا معك وقت، اذا انت من الناس اللي معاهم وقت.